بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله. أمامنا الآن طفل جزائري لا حول له ولا قوة، عنده إعاقة، ونريد جمع مال لمساعدته. سمعنا بهذا الطفل ويسمى منيب في بلدنا العربي الجزائر، ونحن بعروبتنا مصري مغربي تونسي جزائري ايا من كان في امتنا العربية من جميع انحاء العالم، نرجو المساعدة لهذا الطفل، ونرجو من جميع امتنا العربية والاسلامية المساهمة مساهمة كريمة من اهل الخير لانقاذ هذا الطفل، وهو عمره عامين، فعمر بريء. ونقول لأهله ولأهلنا نرجو جميعا المساعدة، ونحن بعد ربنا سوف نساهم مساهمة كريمة. وشكرا من أخوكم المصري عبده. السلام عليكم ورحمة الله.